بالمناسبة إمام عاشور يعوض حمدي فتحي في الأهلي؟ شبه بعض؟ إمام لعيب كبير. آه إمام لعيب كبير. ترجع لشخصية إمام بقى، هو عايز إيه؟ أنا دي بس اللي أنا نفسي، يعني إمام يبقى مركز بس في شغله. عشان أنت كنت لسه بتقول لي مفيش من خمس دقايق. ما أنا لسه بقول الشخصية. المهم جدا إمام يبقى فاهم إن إمام أنت عليك حمل كبير جدا، إن أنت عليك مسؤولية كبيرة جدا، إن أنت تقدر تعمل لنفسك تاريخ كبير، يعني زي ما عملت تاريخ كبير في نادي الزمالك تقدر تعمل تاريخ تاني في النادي. قلت بعد مباراة الزمالك إن إمبي هيبقى موجود في المركز السادس. دي حقيقة. تقدر تقول لي إمبي هيبقى موجود في المركز الكام الموسم الجاي؟ الموسم الجاي مختلف شوية. الموسم الجاي إحنا عندنا شوية ظروف شوية، طبعًا لعيبة كتير مشيت، على حسب بقى اللعيبة اللي هتيجي، على حسب الحالة اللي هنبقى فيها، على حسب الفرقة داخلة بشكل عامل إزاي، لكن أنا شايف إن إحنا نقدر نبني على المركز ده، إن شاء الله إن شاء الله يعني نقدر نعمل كوره كويسه الاول، ونقدر نعمل نتائج ان شاء الله تساعدنا ان احنا نروح لمركز كويس. كابتن تامر اتشرفت ونورت. الحوار معاك كان حبيب. ممتع جدا حبيب. انا مبسوط ومش عارف، حاسس انه يعني دايما بكسب الرهان عليك، يعني دايما بقعد اقول للناس انا بحب الكابتن مصطفى كمدرب مصري عظيم يعني.